استعرض وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة أو ما يعرف باسم السحابة السوداء خلال العام الجاري، وتحديد مهام ومسؤوليات كافة الجهات المشاركة في المنظومة. وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد نجاح المنظومة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال العام الماضي بفضل التكامل والتنسيق المشترك بين جميع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى نتائج جهود العمل في المنظومة خلال السنوات القليلة الماضية. شهدت زيادة وعي المزارعين بالأهمية الاقتصادية للقش وأضرار حرقه، حيث أصبح سلعة ذات قيمة اقتصادية، مما أدى إلى انخفاض معدل الحرق المكشوف للمخلفات الناتجة عنه. كما زادت نسبة الكميات المجمعة من قش الأرز والتي وصلت لحوالي 622 طن. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب. دكتور مجدي، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور مجدي. من أهم الأشياء التي يجب أن نذكرها ونتذكرها الآن ما نجحت فيه الدولة المصرية من القضاء بشكل كبير على أزمة قش الرز وحرق قش الرز خلال الأعوام الماضية، ما هي الأضرار التي كانت تنجم عن حرق قش الرز خلال الفترة الماضية، وكيف استطاعت الدولة المصرية بعلمائها وخبرائها وأيضا العاملين في هيئاتها المختلفة من القضاء على هذه الأزمة؟ طبعا هي يعني أزمة كانت بتسبب ما يطلق عليه السحابة السوداء، وعلى الجانب الآخر احنا بنسميها نوبات التلوث الحادة يعني. وهذه النوبات كانت بسبب ان حجم حرق مخلفات القش الأرز كان ضخم جدا، يعني بنعدي 1.2 مليون فدان تقريبا. احنا الفدان بيطلع من 3 إلى 5 طن مخلفات قش رز، وبالتالي احنا بنتكلم على رقم بيصل الى 2 مليون طن. وبالتالي ال2 مليون طن دول تحولوا الان الى كومبوست، سماد عضوي مفيد جدا للزراعة ويزيد الانتاجية. والجانب الاخر ان لم يستخدم في هذا المجال بيستخدم كبايو جاز، يعني بيتم إضافة بعض السوائل الأخرى ليه وبيتحول إلى وقود زي البوتاجاز بالضبط، بيوفر للفلاحة المصرية ما يقرب من 150 إلى 180 جنيه ثمن يعني أنابيب البوتاجاز اللي كانت بتاخدها. والتجربة دي نجحت جدا، والبرنامج بتاع البايو جاز في وزارة البيئة نجح نجاحا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وسهولة تنفيذ هذا النوع من تدوير مخلفات قش الرز. طبعا بقى في ناس تانية طالبة قش الرز، المصانع الورق، مزارع الخيول، استخداماته في صناعة الخشب الحبيبي. والحقيقة اكتشفنا أكتر من ميزة لاستخدامات قش الرز وإعادة تدويره مرة أخرى، يشكل نوع من أنواع التنمية المستدامة. والتنمية المستدامة تعني أنك لا تأخذ من الأرض شيئا ولا تضيف إليها أنواعا من المخلفات. وهذا ذلك برنامج إدارة المخلفات الصلبة المنزلية، وده برضو بيصل إلى حوالي 30 و35 مليون طن سنويا. وزي ما أنت عارف كان طبعا، وكلنا كنا بنشوف المقالب العشوائية اللي كانت بتشتعل عند المنشية ناصر والمعطم وما أكثر من منطقة. صحيح، وكانت تجربة صعبة بالفعل. صعبة، ولكن إذا تحدثنا دكتور مجدي ونحن على مشارف كوب 27 بخصوص تجربة قش الأرز وكيف استطاعت الدولة المصرية أن تقضي عليها بشكل كبير خلال الأعوام الماضية وغيرها من التجارب، كيف يمكن أن تلقى تلك التجارب في كوب 27 وغيرها أيضا من التجارب ويحدث استفادة عالمية مشتركة، تبادل من الاستفادات المشتركة بين الدول بعضها البعض؟ طبعا في صناعات دخلت فيها، من ضمنها طبعا يعني صناعة الموبيليا من الخشب، من يعني بقايا قش الرز المكبوسة، بتتكبس وفي مصنع في الدقهلية بيكبس ده وبيعمل
اللي هي زي الطبليه بتاعت الترابيزه يعني، كانت بتتعمل من قش الرز بالكبس، وده كانت من الحاجات الناجحه. ونجحنا دلوقتي ان احنا بنعمل خشب ليه 3 انواع، من خلط يعني بقايا الاخشاب وبقايا قش الرز مع مواد لاصقه، ونجحت التجربه في صناعه اكثر من النموذج. طبعا كنا رحنا للصين ومصر خدت التجربه الصينيه في تحويل قش الرز الى زي حوائط وجدران كده بتيجي تتركب على الخرسانه، تلاقي الشقه خلصت في اسبوع مثلا، ما بتحتاجش تعمل طوب، يعني بتيجي تاخد الواح والالواح دي بتثبت بين الاعمده الخرسانيه. وانا الحقيقه كان ليا شرف ان انا زرت مع زملائي في وزاره الانتاج الحربي وفي اكاديميه البحث العلمي نعم موقع الصين هناك، في 6 مواقع تتبع مركز البحوث الزراعيه الصينيه، ونجحت التجربه بتاعتهم في تحويلها الى اخشاب والى حتى منازل. لو تتذكر المنازل الخشبيه بتاعت زمان او اللي بيعملوها دلوقتي المهندسين والعمال في مواقع العمل نعم اللي احنا شايفينها في الساحل نعم الشمالي وهذا يؤكد وخلال. دكتور مجدي على أهمية تبادل الخبرات خلال الفترة القادمة بين مصر وكافة دول العالم، وهو ما بدأ يحدث بشكل كبير خلال الفترة الماضية. دكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.